وفي يوم العاشر من المحرم نظر أبو ثمامة الصائدي في السماء وأخذ يقلب وجهه فيها، ثم توجه نحو الإمام الحسين عليه السلام وقال: نفسي لنفسك الفداء، أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، والله لا تقتل حتى أقتل معك، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فأجاب الإمام الحسين عليه السلام: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين وأقاموا الصلاة.